ايوه، شاي حاجه ساقعه، بيبس، نسكافيه، بهوات، شاي بالياسمين، شاي بالياسمين، فاهمين؟ نشرب يا سيدي، مش ببلاش. ايه ده، هو ايه اللي بلاش يا محترم؟ ايه، في حاجه دلوقتي بقت ببلاش يا عم؟ مش فارقه، دي كوبايه شاي. كوبايه شاي؟ لا، كوبايه الشاي بتاعت محسوبه الجمعه بقى، مش اي زي اي كوبايه شاي في الدنيا كلها. يا سلام. طبعا لغين انت بس بكوبايه الشاي من 200 جنيه هتلاقي نفسك اتقبلت على طول. ده انا صاحب الشركه كده، ما يرفضليش طلب ابدا. انا الحمد لله واثق في نفسي كويس جدا، مش محتاج واسطه ولا توصيه من حد. انا بلا فخر خريج اعلام بتقدير جيد جدا، وبحضر دبلومه في اللغه العربيه، وكمان كان معايا ماجستير في بس في، انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ هتحكي لي السي في بتاعك يا عم؟ خلاص براحتك، انت فاكرها لسه بلد بتاعت شهادات؟ براحتك. ايوه شاي بيبس، حاجه ساقعه، نسكافيه، يا بهوات يا محترمين، شاي بالياسمين. اهلا بكم في برنامجنا السفافيه. اهدى، استنى، ما تكملش، يخرب بيت كده، ده انت مولود نجم بقى. انت مكانك يا باشا على الشاشه على طول. ميرسي يا ابو حميد. ميرسي ابو حميد. مين يا باشا؟ محسوبه الجمعه. بقول لك ايه، خليك شواف كده وقبجني 200 جنيه كوبايه شاي بالياسمين، هتلاقي نفسك اتقبلت على طول باذن الله. النجاح مضمون، ما تبصليش. امشي. ايه ده؟ امشي. انت عايز تتوسط لي انا؟ انت ما تعرفش انا ابن مين؟ ما تعرفش انا جاي من طرف مين؟ يا دي الكلمتين اللي اتحرقوا في البلد. تفتكر انت عارف انا مين وابن مين وجاي من طرف مين؟ يا شيخ، ده بق بقى بيتقال، ما بقاش نافع مع حد خلاص. على فكره اهي بتناكتك دي ادي دقني لو اتقابلت حتى مساعد اعداد هتشوف. لو سمحت، ممكن انا اشرب شاي بالياسمين من ابو 200 جنيه ده؟ شايف، خليك شواف يا محترم. طبعا يا فندم، ده حضرتك تشربي الشاي والياسمين وعليه فل ونعناع وكل حاجه في الدنيا. شكرا قوي. عفوا يا فندم. بس اسمك ايه؟ ايوه جاي. انا بصراحه ربنا مستنيك تنادي من الصبح. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايزه الشاي ب 200 جنيه ده. اعتبريه حصل. اعتبري نفسك شربتيه. اوه، من يد من عدمهاش. بقول لك ايه؟ ايه؟ شكلي كده حلو؟ قوي. بجد؟ طبعا. تفتكر هيقبلوني؟ هيقبلوكي؟ ده هيقبلوكي ثم يقبلوكي وهيقبلوكي، ولو ما قبلكيش انا هرفد نفسي من هنا. اصلي بصراحة انا مكسوفة قوي. مكسوفة ليه؟ اصل انا دبلوم تجارة. ايه؟ دبلوم تجارة؟ يا خبر ابيض، والنحو بتاعي مش قد كده. صدقي بالله انا حبيت التجارة وحبيت النحوي، مش مهم على فكرة، بلا إيه؟ نحوي بلا غير نحوي. ايه المهم؟ اقولك على سير. ايه؟ انت هتتقبلي والبنت اللي هناك دي عاملة نفسها. مع السلامة. بجد؟ طبعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على فكرة بقى معلومة. ايه؟ المهم امكانياتك كمذيع. شت شت. ايوه جاي. جمعة. يا باشا. مدير كده. يا فندم. اتفضل. مساء الخير يا شباب. الباشا بتاعنا كبير الكل في الكل. ها، اظن كلكم عارفين شروط المسابقة. مؤهل عالي، لغة عربية ممتازة، انجلش فلوينت، وحسن المظهر. مظبوط الكلام؟ طبعا يا فندم. من كل حاجة. اي حد شايف ان ما عندوش المواصفات ديت يتفضل مع السلامة. اي حد جايب كارت واسطة معاه كارت توصية مفيش الكلام ده، يتفضل مع السلامة. طبعا احنا هنا الشركة بتاعتنا بترشح المذيعين لأكبر القنوات. الشركة اسمها ومعناها الشفافية،
ترانسبيرنسي. ترانس واضح الكلام؟ طبعا يا فندم. ترانسبيرنسي. ترانسبيرنسي. جمعة. أيوة. تعالى معايا. اتفضل يا فندم. دخلهم لي واحد واحد يا جمعة. اتفضل يا فندم. معقولة كده قدام المدير؟ نعم. ايه الكلام ده يا جمعة؟ كلام ايه؟ لا قاله. ولا تاخد بالك ولا تقلقي. وعلى فكرة بقى عندا في اي حد انت اول واحدة هتخشي. اتفضلي يا نجمة المستقبل. اتفضلي. اتفضلي. واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اتفضلي. 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 العفو يا فندم. على ايه العفو؟ انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. احنا بس بنحب نخدم بس مش اكتر. خدي مش خساره فيك. تاني من يد من عدم. انا مش قصدي كده على فكره خالص والله. ما انا كده كده هبقى هنا على طول. خلاص هتبقى على طول. ما شاء الله. الله اكبر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش فايدة. أنا يحصل فيها كده؟ مش قلتلك؟ مفيش فايدة. قلتلك. اسمعوا الكلام بقى وخليكوا شوافين. شفتي يا سمك إيه أنت؟ أديني قبلت. كنت عايز تبقى وسطيتي يا قال. لا حول ولا قوة إلا بالله. عجبت لك يا زمن. خير يا هاني؟ مش عارفة والله. نعم. انت ايه صوتك راح فين؟ مالك؟ اتفضلي. مش عارفة والله. ايه؟ مش عارفة. بين البنين. بين البنين؟ قالوا لك يعني ايه هيكلموكي ولا ايه؟ قالوا لي على التليفون. على التليفون. ربنا معاك ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. فيها شك دي. فيها شك يعني بين البنين وعلى تليفون. خليك على الويت.